السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار والمستهلة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك بريس بيسيرا تورك كوفيك. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة ويأمر بإعادة النظر في مشروع ممارسة الأنشطة التجارية والترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة خلال ترأسه أمس اجتماع مجلس الوزراء. وضمن استراتيجيات الدولة لرفع العراقيل عن المستثمرين، وحدة إنتاج الورق بعين وسارة بالجلفة تتعزز بتشغيل خطوط إنتاج جديدة واستحداث مناصب شغل لشباب المنطقة في استثمار صناعي مربح. دوليا وبفلسطين المحتلة، معرض جزائري فلسطيني مشترك بغزة إحياء لذكرى 8 مايو واستحضارا للجرائم المرتكبة إبان الاستعمار ومثيلاتها للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. أهلا بكم مجددا. بداية، استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك بسيرا توركوفيك. الاستقبال جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف. أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترأسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء أن استحداث الولايات الجديدة يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن وتقريب الإدارة منه، مشددا على مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة واستحداث أرضية تتيح تحديد المناصب تماشيا مع الكثافة السكانية وغيرها من التعليمات التي أسدها رئيس الجمهورية. أهم ما جاء في بيان مجلس الوزراء نستعرضه مع الزميلة فتحية بالعالية. تناول مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لمواصلة إثرائه لعرضه في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الخميس 19 ماي من السنة الجارية. وفيما تعلق بمشروع القانون الخاص بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، دعا رئيس الجمهورية إلى توضيح الرؤى بشأنه تشجيعا للمتعاملين الاقتصاديين مع مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ونشرها في مرسوم تنفيذي حفاظا على الإنتاج الوطني وتشجيعه وخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية. كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية للتوجه إلى تطوير السوق الوطنية من خلال استغلال المواد المنتجة محلياً. وفيما تعلق بملف الولايات الجديدة، أمر السيد الرئيس بمراعاة عامل مسقط الرأس للموظفين المحولين من الولايات الأم وإمكانية فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة. وبخصوص منجم الحديد جرج بيلات، وافق المجلس على انطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي الهام لما يمثله من مصدر هام لمداخل البلاد، وذلك بعد جملة من التعليمات والتوجيهات أسداها السيد الرئيس أبرزها التأكيد على مساهمة المشروع في استحداث مناصب عمل جديدة وتحديث شبكة نقل مواكبة للمشروع وتسريع الانطلاق في إنجاز خط السكك الحديدية بين ولايتي تندوف وبشار. وبخصوص المشاريع الاستثمارية العالقة، وجه رئيس الجمهورية تعليمات لإعادة بعثها لاستحداث مناصب شغل جديدة.
مجلس الوزراء وافق على برنامج الرحلات الجديدة تحسبا لموسم الاصطياف، ورخص للخطوط الجوية الجزائرية لشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة سيما نحو بلدان إفريقية وأسيوية، بالإضافة إلى اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب، وكله تدعيما للأسطول الجوي والبحري للجزائر. في التعاون البرلماني حل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس بالعاصمة النيجيرية أبوجا تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب النيجيرية فيمي غاباجا بيميلا للمشاركة في أشغال مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية المقرر عقده ابتداء من اليوم تحت عنوان تعزيز الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا لمرحلة ما بعد كوفيد من خلال القيادة البرلمانية. وبالمناسبة تلقى إبراهيم بوغالي تحيات رئيس مجلس النواب النيجيري فيمي غاباجا بيميلا، وتبادل الحديث مع رؤساء المجالس النيابية الإفريقية. في التعاون دائما استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك بسيرا تيريكوفيتش. الطرفان تباحثا آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وجملة من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لتتوسع بعدها المباحثات لتشمل وفدي البلدين. وبمقام الشهيد وضعت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك بسيرا تيريكوفيتش إكلينا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء ثورة التحرير المجيدة. أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي رفقة كل من رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاجة والرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر مامونية على افتتاح اليومين الدراسيين الدوليين حول دور قضاة المحاكم العليا في تسبيب القرارات وإعداد الالتماسات المنظمين من طرف المحكمة العليا بالتعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر والاتحاد الأوروبي. هذا وأكد وزير العدل في كلمة للمشاركين أن أولويات حركة الإصلاح والتغيير في قطاع العدالة هي بلورة سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع وحماية الحقوق والحريات. إن للقضاء دوره المتميز في حركة الإصلاح والتغيير والبناء الحضاري، ومن أولويات هذا الدور بلورة سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع وحماية حقوق الأشخاص، حقوق الأشخاص وحرياتهم، والمساعدة على حل النزاعات التي تقع بينهم، مما يعني أن تجسيد هذه العملية يتطلب من القضاة الانخراط الجاد والواعي في هذا العمل، وتكون هذه المهمة أوسع وأكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بالمحكمة العليا، لأنها تعتبر الجهة المقومة أو الهيئة القضائية المقومة العليا في البلاد، التي أعطاها الدستور مكانة متميزة باعتبارها تمثل الهيئة المقومة لأعمال المحاكم والمجالس القضائية، كما أوكل لها مهمة لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي ضمان توحيد الاجتهاد القضائي والسهر على احترام القانون وسيادته في المجتمع. في الذاكرة الوطنية وإحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 ماي 1945، قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا بتكريم المجاهدين بولاية غالما وزيارة أماكن التعذيب والإبادة التي تعرض لها الجزائريون العزل. وقد عرفت الذكرى مشاركة أبناء الجيل الجديد ليتعرفوا على مناقب وبطولات الأسلاف. المتابعة لمحمد زمولي. الاحتفالات الرسمية بولاية غالما شملت أماكن التعذيب والجرائم ضد الإنسانية، محطات ومزارة شاهدة على الوحشية والبطش الاستعماري. ثم وصلوا عملية الاقتلاع بالخيمة، يروحوا الأماكن اللي يقتلوا فيهم. أنا تاع الحاج مبارك يقولوا الكارير تاع الحاج مبارك، الثاني كف البومبا، والثالث ودمعيز.
تبليغ رسالة التضحية والنضال للأجيال الصاعدة والاشتغال على وعي الأمة، تأكيد لعهدنا النوفمبري منبع العبر المستلهمة. أنا أوصيهم كما أوصونا أوائلنا، يحافظوا على ثلاث: وطنهم ودينهم ودينهم. أحفظوا بالوطن بالعمل. وجبنا أنه لا ننسى ويبقوا دايما في قلوبنا وفي ذاكرتنا. واجب تجاه أني لازم نحييها، ولازم نخلي الذكرى هذه تبقى وتمشي من جيل لجيل، به ما نخسروش كما نقولوا شغف، وباللي جدودنا ربي يرحمهم وقفوا على الجزائر هذه. شعب ضحى وذاكرة لا تمحى، شعار رسمي لتخليد ذكرى 8 ماي واليوم الوطني للذاكرة، الهدف إحياء أمجاد الأسلاف. إن المبادرة بإحياء هذا الموعد وإقراره كيوم وطني من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال سنة 2020 له أكثر من دلالة، فهو تعبير عن روح الوفاء لرسالة الشهداء وصيانة الأمانة الخالدة التي أودعوها في ذمة الأجيال، وذلك باستحضار التضحية الجسام دفاعا عن سيادة الأرض وشرف الأرض. وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا أشرف على سلسلة من التكريمات لمن جعلوا حلم الاستقلال حقيقة. ونبقى في ذكرى 8 ماي دائما، قامت ولاية والبويرة بإعادة دفن رفات 9 شهداء وتدشين حديقة تسلية باسم المجاهد المرحوم عبد القادر خليفة محمد العياشي. إذن لذكرى الشهداء، تم إعادة دفن رفات الشهداء التي نكلت فرنسا الاستعمارية بأجسادهم. إذن اليوم أردنا أن نجمع بين هذه الجوانب كلها، فلذا جعلنا برنامج يعني أراه مزجة بين إحياء بين التاريخ والوفاء والعمل، وكذلك البهجة والفرحة في وسط المواطنين. خليفة عبد القادر هو اسم المجاهد المرحوم الذي أطلق على حديقة نموذجية قدرت مساحتها ب7000 متر مربع. مليح كي يديرونا متنزه هكذا، باش الناس كي ما تكرهش دائما طول طون في الدار، ماشي مليح، لازم نخرجوا نبدلوا جو. التزاهي البيئي هذا باش يحافظون على النظافة، والتلاميذ الأطفال الصغار يتربوا في محيط نظيف. 160 عائلة استفادت من الغاز الطبيعي ببلدية صوغ الخميس، كما تم تجهيز قاعة علاج بالعتاد الطبي بمنطقة الخبوزية. المنطقة ككل عرفت تقدم كبير من حيث ربط البلدية بالغاز الطبيعي. تم افتتاح قاعة علاج في مستوى بلدية الخبوزية التي لها أهمية كبيرة تخدم المواطن. هي هكذا الجزائر تحافظ على ذاكرتها، تخلد تضحيات أبنائها، وتمضي قدما في مسيرة التشييد والبناء. قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو اليوم بزيارة إلى الوحدة الوطنية للتدريب وتدخل الحماية المدنية بالعاصمة، اطلعت خلالها على مستوى تكوين المرأة في هذا المجال. وزيرة التضامن أشادت بالمناسبة بالاحترافية العالية التي حققتها المرأة في سلك الحماية المدنية بكل تخصصاته، لا سيما في مجالات الطيران والطب والغطس والتسلق، منوهة أن عدد النساء في هذا المجال والذي يفوق 1600 امرأة في تزايد مستمر. في الحقيقة انبهرت لمدى احترافية المرأة في مجال الحماية المدنية في تخصصات كثيرة، في مجال الطيران، في مجال التسلق، في مجال الغطس، أيضا المواد الكيميائية، وهي أيضا تعمل جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل من أجل تلبية النداء الوطن في الزلازل، في الفيضانات، وهذا ما يقترب من طبعا اختصاصات قطاع التضامن الوطني في إطار طبعا التدخل في مجال الفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية.
أشرف اليوم وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على افتتاح الطبعة الأولى لندوة الجزائر للرقمنة التي تنظمها الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وهذا بحضور خبراء في المجال وممثلي عدة دوائر وزارية ومتعاملين اقتصاديين في مجال الرقمنة. وبالمناسبة أكد الوزير على تبني رؤية جديدة وتجسيدها ميدانيا للنهوض بالقطاع الاقتصادي وجعلها دعامة وركيزة أساسية لإنعاش هذا القطاع. ترسيخ مواطنة رقمية هادفة تسمح ببروز وثقافة رقمية تكون بمثابة الركيزة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي المنشود. ستكون الغاية من الورشات المنظمة خلال هذه الندوة دراسة سبل وكيفيات تعزيز التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال، وكذا الخروج بتوصيات من شأنها دعم جهود الدولة في تطوير الرقمنة. نظمت اليوم الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنموية التكنولوجية ندوة وطنية حول الهندسة العكسية التي تعتبر أنجع وسيلة لإعادة استخراج المواصفات التقنية والهندسية المطابقة للمعايير الدولية. المتابعة لوهبة ومزيدات. ولأن استخدام الهندسة العكسية لتعزيز الابتكار وخلق المؤسسات الناشئة بات ضرورة ملحة لإعطاء دفع قوي للإنعاش الاقتصادي، كان لابد من تعميم استعمالاتها. حاليا فيه يعني برامج بحث اللي هي PNR، البرامج الوطنية للبحث، ومن بين المجالات التي يعني لها أهمية بالنسبة للهندسة العكسية هي مجالات الطاقات المتجددة والأمن الغذائي وأيضا الصحة. اللقاء الذي جمع أكثر من 20 مركز بحث و15 مدرسة للمهندسين مع رجال الأعمال كان فرصة لتعزيز القدرات الإنتاجية. الريفرس انجينيرينغ اللي هي الهندسة العكسية عندها دور كبير جدا، يمكن الوصول حتى إلى 40-50% من فاتورة الاستيراد، خاصة كما نتكلم عن القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي وقطاع المياه، مجال المياه ومعالجة المياه، مجال الطاقة، مجال الطاقات المتجددة، كلها يعني هذه مجالات يمكن الاستثمار فيها من أجل تطوير يعني هذه يعني التقنيات هذه اللي تستعمل الريفرس انجينيرينغ. لتبقى الهندسة العكسية عاملا أساسيا في التحكم التكنولوجي وإعادة بعث النشاط الاقتصادي. في مجال الاستثمار وضمن استراتيجية الدولة في رفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار، يعد مصنع الورق بعين وسارة بولاية الجلفة واحدا من بين المصانع الواعدة بالجزائر من حيث الطاقة الإنتاجية واستحداث مناصب الشغل. الروبورتاج محمد شوقي بونيف. بعد رفع العراقيل على مثل هذه المصانع التي فتحت أبوابها لتكوين وتشغيل يد عاملة مؤهلة من أبناء عين وسارة، ليصل عدد العمال إلى 150 منصب عمل بشكل مباشر في هذا المصنع. الحمد لله دوك رانا تعلمنا تكوننا عليه الآلات، وهذه هي رانا خدامين الحمد لله. كنا شوماج ودوك رانا الحمد لله يا ربي. كنا شوماج نهار كاين نهار ما كانش، وبرك الحمد لله رانا مستقرين في هذه الشركه ورانا خدامين والحمد لله يا رب. مؤسسه تشتغل حاليا 150 عامل بشكل مباشر، وبالاضافه الى حوالي 50 منصب شغل غير مباشر. كما تكفلت الشركه بتاهيل كوادر محليه بواسطه تكوين متخصص على مستوى شركه الام بالعاصمه. دفعا ومساهمة في الاقتصاد الوطني بزيادة وتنويع مصادر الدخل هو ما يعكف عليه هذا المصنع لإنتاج الورق المنزلي والصحي، بعد تشغيل خطوط إنتاج جديدة بتحويل 72 طن يوميا من المادة الأولية إلى أكثر من 144 ألف وحدة يوميا. تقدم مؤسستنا على تحويل المادة الأولية بقيمة 72 طن يوميا، وكذلك تحويل الورق بقدرة إنتاج 144 ألف وحدة يوميا بنظام تشغيل 3 أفواج. بمثل هذه المصانع والاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني بتنويع ورفع قيمة الإنتاج خارج المحروقات،
بعد تجسيد كل القرارات والآليات، والهدف هو تخفيض فاتورة الاستيراد. مواصلة لمسار التنمية الشاملة بولاية سوق هراس والتي تمس مختلف القطاعات والمناطق، تم ربط 350 مسكنا ريفيا بالغاز الطبيعي وتوزيع أكثر من 700 وحدة سكنية بمختلف السياق. عبد الوهاب زغيدة. انطلاقا من مشتت الجلية، استفادت عدة قرى وتجمعات سكانية ببلدية الزعرورية من خدمة التزود بالغاز الطبيعي. المشروع شمل 350 عائلة. برك الحمد لله، الله الحمد النوذ للقرعة فرغت الحقنا دي الحقنا، مبارك الله فيكم أخوة. أما في قطاع السكن فقد تم توزيع أكثر من 700 مقررة استفادة تتوزع بين التحسيصات الاجتماعية ببلدية بير بوحوش أو السكنات الترقوية المدعمة ببلدية سوق هراس. الحمد لله على الاستفادة، والحمد لله سكنات في المستوى، ورانا فرحانين بها لأقصى درجة. استفدنا اليوم بقطعة أرضية مدعمة من طرف الدولة ب 70 مليون الحمد لله. احنا ولايتنا ولايه سوق هراس في هذه السنه ان شاء الله والستيتيه تاع استقلال خصصنا ما يقارب 6600 وحده سكنيه بمختلف السياق، وان شاء الله تقريبا هذه راهي جاهزه ولجان الدوائر راهي تشتغل باه نسلمها ان شاء الله خلال الصائف هذه ان شاء الله. في نفس الاطار طبعا في اطار تكفل وتحسين ظروف معيشه المواطن نعرف فيما يخص الغاز الطبيعي، هذه الولايه كانت متاخره يعني نسبه من التغطيه ما تجاوزت 70%، ولكن مؤخرا في ظرف تقريب سنتين وين اللي منقول فيها قفزه كبيره وين لحقنا تقريب تجاوزنا 90%. قطار التنميه بولايه سوق هراس ماض على السكه، وفي كل مره يعبر منطقه ما ويمس قطاعا او فئه اجتماعيه معينه. بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار مؤخرا بولاية تلمسان، امتلأت السدود الخمسة بأكملها ما سيسهم في تحقيق منتوج فلاحي وفير. بن يحيى عبد الجبار. في هذه الأرض الفلاحية الخضراء الملأة بالثمار يبدو عبد الرحمن سعيدا وهو يتفقد محصوله الوافر من الفول الأخضر. نربي غاتنا وراني ننتج حوالي 150 في الهكتار وقادر ننتج أكثر. هنا في الحناية بتلمسان يجني هؤلاء محصوله من البازلاء مستبشرين بالإنتاج كما ونوعا. عندنا الفول واجد، عندنا الجلبان واجد، عندنا الفلاحة والسيريال، وربي أعطانا الخير في هذا النو هذه كنا نسقيه وعاود ربي جابنا هذه شهرين جبنا الخيرات نتاع سيدي ربي راكم تشوفوا فيها. هذه الامطار الاخيره اللي جات في شهر ماي الحق ثلاث ايام وهي امطار كما يبغيها الفلاح ماشي قويه، وكاع ثلاث ايام وهي في تصب ما شاء الله الله يكثر الخير، الفلاحين استبشروا خير. هذا هو سد سكاك في ضواحي عن يوسف بتلمسان، يمتلئ اليوم بنسبه 100% بفضل التساقطات المطريه الاخيره. فيما يخص سد السكاك فقد امتلأ إلى 24 مليون متر مكعب، أي ما يعادل نسبة 100%. نقدروا نستغلوا حوالي 30 ألف متر مكعب من سدي السكاك والمفروش، هذه الكمية تمكننا بإذن الله من تحقيق الأمن المائي خاصة على مستوى التجمع العمراني كبير تلمسان. الأمطار تأتي ببشرى إنتاج فلاحي وفير وأرض تجود عليها السماء بالغيث فتختر الأغصان وترن مفرح زاهية الألوان. في الزيارة التي قادتها إلى ولاية أولاد جلال، عينت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي عددا من المراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. شرفي نوهت بالمناسبة بجهود الدولة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع. والشيء مهم جدا أننا نتكلم على ضرورة التنسيق مع بين كل القطاعات في إطار خدمة المصلحة العليا للطفل، وأيضا المجتمع المدني اللي نحييه اليوم اللي كنا شفناه مقبل على مستوى اللقاء هذا. احنا دائما نقول أن المجتمع المدني هو شريك فعال وضروري ولازم مع كل قطاعات الدولة، ونتكلم أيضا على ناس الخير اللي ممكن أنهم أيضا يكون عندهم دور كبير في مجال حماية الطفولة. والآن مشاهدينا إلى موعد الأخبار الدولية في تقديمها سهيلة الحوسنية. أهلا بك سهيلة. أهلا صهيب، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الموعد الدولي، نلتقي بعد الفاصل.
المستهل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبمناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 ماي المتزامنة مع النكبة الفلسطينية، نظم معرض مشترك بين الجزائر وفلسطين بمدينة غزة يبرز التضحيات الجسام التي قدمها الجزائريون إبان الحقبة الاستعمارية والانتهاكات والجرائم المماثلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. من الأراضي الفلسطينية المحتلة مراسلنا وسام أبو زيد. بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة ومجازر 8 ماي التي ارتكبت بحق الشعب الجزائري إبان الاستعمار، أقامت الكشافة الفلسطينية حفلا ومعرضا يحاكي التاريخ المشترك بين الشعبين والذي يتزامن مع اقتراب ذكرى النكبة وارتكاب العصابات الصهيونية مجازر في القرى الفلسطينية عام 48. نقول بأن هذا الاحتلال الفرنسي هو نفس الاحتلال الإسرائيلي الذي استخدم كل أدوات الترهيب وأدوات العدوان ضد شعبنا الفلسطيني في 15 مايو في ذكرى النكبة. نقول أنه إحنا اليوم بنستمد القوة ونستمد الجهاد ونستمد النضال من الشعب الجزائري. المعرض الذي ساهمت فيه جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية شمل لوحات وصور للمجازر الفرنسية والإسرائيلية بحق الشعبين لترسيخ ذاكرة التضحيات الجزائرية في عقول الفلسطينيين. نفس المواقف اللي كانت اليهود تتعامل معهم في الجزائر معنا هنا بنفس المعاملة اللي كانت تتعامل معها فرنسا في الجزائر. ما طولت الجزائر الفرنسيين بالكلام، لا، بالتضحيات، تضحيات الشعب الجزائري. إحياء ذكرى مجازر الاستعمار الفرنسي على أرض فلسطين هذا العام قلب ذاكرة الشعب الفلسطيني ومدى إخلاص الجزائر للقضية الفلسطينية. نبرق باسم جموع اللاجئين من فلسطين إلى الجزائر الحبيبة الشقيقة الذين ننظر لهم بأنهم وطننا وهم ينظرون إلينا أنهم فلسطين. أنا جزائري يعني متواجد في غزة يعني من ولاية سطيف، ولي الشرف يعني أني حضرت الندوة هذه اليوم يعني. يعني احنا لو مش حبنا يعني ما كناش متواجدين في الأراضي الفلسطينية يعني. فالتلاحم الجزائري الفلسطيني لم يكن وليد لحظة أو ساعة، بل تجسد عبر التاريخ بمشاركة مجاهدين جزائريين مع صلاح الدين الأيوبي لطرد الصليبيين من مدينة القدس الشريف. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. ونبقى في فلسطين المحتلة، وفي مستجدات الوضع استشهد اليوم فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا وهدمت منزلين قيد الإنشاء في الضفة الغربية. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن الاعتقالات تركزت في مدن جنين ورام الله وسلفيت والأغوار وبيت لحم، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين أسرى أطلق سراحهم مؤخرا. حملت الهيئة الصحراوية المناهضة للاحتلال المغربي سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن حياة المتضامنة الأمريكية روث ماك دونو التي تواصل إضرابها عن الطعام لليوم السادس على التوالي ببجدور المحتلة، دعما للناشطة الصحراوية سلطانة خيا المتواجدة وعائلتها رهن الإقامة الجبرية منذ أكثر من سنة. وأبدت الهيئة الصحراوية مخاوفها من تدهور الوضعية الصحية للمتضامنة الأمريكية جراء مضاعفات الإضراب عن الطعام الذي تخوضه مؤازرة ودعما لخيا ولكل الصحراويين، وللفت الانتباه إلى ما يرتكبه الاحتلال المغربي من انتهاكات وجرائم بحق الصحراويين. وبإسبانيا دعا المشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي 26 تحت شعار السلام والحرية للشعب الصحراوي الذي استضافه برلمان مقاطعة لاريوخا، دعا إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية مينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان، كما طالبوا بإنهاء الاحتلال المغربي للإقليم.
في أوكرانيا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النصر سيكون حليف روسيا في النزاع الأوكراني مثلما شهدته نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما انتقده نظيره الأوكراني، فيما يكثف الغرب نشاطه الدبلوماسي لزيادة الدعم لكييف. المزيد في تقرير إيمان بالمولود. سننتصر في أوكرانيا كما انتصرنا سنة 45 900 و1000. بهذه العبارة وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الوضع في أوكرانيا خلال إحياء روسيا الذكرى 77 للانتصار في الحرب العالمية الثانية. وعلى خلاف ذلك أعرب قادة مجموعة السبع عن عزمهم مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية والضغط على روسيا من خلال حزمة أخرى من العقوبات ورفع الدعم لمساعدة أوكرانيا، محذرة في الوقت ذاته من خطورة الوضع على الأرض وتداعياته على الأمن الغذائي العالمي. مجلس الدوما الروسي أكد من جهته أن بيان مجموعة السبع ما هو إلا اعتراف بنجاح العملية العسكرية الدفاعية لروسيا في أوكرانيا، مشددا على أن روسيا أجهضت خطتهم في محاولة توسع الناتو نحو الشرق. وفي الوقت الذي يكثف فيه الغرب دعمه لكييف، تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية الدفاعية في أوكرانيا، لتعلن وزارة الدفاع عن إسقاط مقاتلة أوكرانية بمنطقة دونيتسك وأخرى بخاركوف، كما تم تدمير مراكز ومستودعات عسكرية ومحطة رادار أمريكية الصنع. من جهة أخرى أعلنت مقاطعة دونيتسك عن إجلاء ما يزيد عن 400 شخص من مدينة ماريوبول الساحلية خلال 24 ساعة الأخيرة. وفي التداعيات الاقتصادية للأزمة يواصل قادة الاتحاد الأوروبي المفاوضات لإزالة العقبات أمام الحظر الأوروبي المقترح على النفط الروسي. في الكونغو قتل 35 شخصا على الأقل في هجوم نفذه مسلحون على منجم تقليدي للذهب بمنطقة إيتوري شمال شرقي البلاد، وأكدت السلطات المحلية أن حصيلة الضحايا مؤقتة بفعل فقدان كثير من الأشخاص العاملين في المنجم. وفي بوركينا فاسو قتل 12 شخصا على الأقل بينهم 10 أفراد من قوات الجيش ومدنيان في كمين نصبه مسلحون مجهولون ضد قافلة بإقليم سينو في منطقة الساحل البوركينابية. نهاية أخبارنا الدولية، شكرا لكم على المتابعة. عودة إليك صهيب. شكرا جزيلا سهيلة. وبالعودة إلى أخبار الوطن، وفي إطار مواجهة ظاهرة التهريب والاتجار بالممتلكات الثقافية وحماية للتراث المادي وترقية للمجموعات المتحفية والمكتبية من خلال إعداد مشاريع الرقمنة والتكوين لمحاربة هذه الظاهرة، أشرفت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي على افتتاح فعاليات يوم تكويني وإطلاق منصة إلكترونية تم إنجازها بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر. لقد جاء في هذا المشروع الهام المتمثل في منصة تراثي تنفيذ الأهداف المذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بفرض قيود استيراد بعض الممتلكات الثقافية التي جاءت في سياق اتفاقية اليونسكو لعام 1970. This photo guide is one part of the larger engagement. تعد هذه المنصة جزءاً من الالتزامات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، كما يضمن هذا المشروع إنشاء خطة على المدى الطويل لرقمنة الممتلكات الثقافية الجزائرية، والتي ستساعد على منع اللصوص من سرقة ونهب التراث المادي، كما ستسمح للوزارة بمشاركة تراثها وثقافتها الغنية على نطاق واسع. ونبقى مع عالم التراث لنختم من السحر جنوبنا الكبير، وتحديدا من قصر بني والنيف الممتلك الثقافي الوطني الذي يعد من القصور العتيقة العاكسة لأصالة العمران الصحراوي، تقول الزميلة دنيا نوالية. قصر بني والنيف هو أحد القصور المتميزة بالفن المعماري الصحراوي الذي مر بعدة مراحل خاصة في ظل التطورات التاريخية، حيث لا يزال قائما إلى يومنا هذا. اللي تأسس في القرن العاشر الميلادي
هو يعني قصر كان يضم يعني مجموعات يعني من العرب والأمازيغ، كان كذلك هنا في المنطقة اللسان الأمازيغي، ويعني نشوفوا أن النمط المعماري نتاعه عتيق وعريق جدا، اللي يعبر على النمطية نتاع الإنسان اللي كان يعيش هنا في الصحراء. كانت هذه اللوحة هي أهم شيء بالنسبة للثروة المعيشية نتاعهم، والساقية مازال الحال لحد الآن راها تمشي، وكاين بعض من السكان اللي مازال مستفيدين بالفلاحة نتاعهم، مازال راهم يفلحوا، مازال هاد الثروة هذه مازال ما انضطرش، راها مازال تخدم. عرف القصر حركة توسيع عمرانية، حيث استفاد سكان المنطقة من العناصر الطبيعية في بنائه وترميمه أيضا. في فصل الشتاء يكون يعني حار، وفي فصل الصيف يعني بارد، يعني عندنا غير الطين والحاجة تقليدية. نتمنوا يعني لو كان يعمم يعني كاع القصر، كاع المنازل القصر تعمم بهذا النمط يعني بالوسائل الطبيعية، يكون أحسن من باش ندخلوا عليه يعني الإسمنت والرمال. هذا معلم تاريخي ويبقى دائما رمز من الرموز اللي لازم الناس تحافظ عليه. تنوع المرافق والموقع الجغرافي الاستراتيجي من أهم المميزات الفنية للسكن القصوري في واحة بني والنيف. ومن معالم الأثرية للجزائر نختم هذه النشرة، لكن قبل أن نفترق هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك بسيرا تيريكوفيتش. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة، ويأمر بإعادة النظر في مشروع ممارسة الأنشطة التجارية والترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة خلال ترأسه أمس اجتماع مجلس الوزراء. وضمن استراتيجية الدولة لرفع العراقيل عن المستثمرين، وحدة إنتاج الورق بعين وسارة بولاية الجلفة تتعزز بتشغيل خطوط إنتاج جديدة واستحداث مناصب شغل لشباب المنطقة في استثمار صناعي مربح. وبفلسطين المحتلة معرض جزائري فلسطيني مشترك بغزة إحياء لذكرى 8 مايو واستحضار للجرائم المرتكبة إبان الاستعمار ومثيلاتها للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية، نشكر لكم طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.